اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. هنتكلم في الفقره دي عن اهميه الاحمال البدنيه في التدريبات او في غير التدريبات حتى بشكل عام. هنتكلم على الموضوع ده بمعنى ان كل عضله في الجسم بيكون ليها قدره معينه على التحمل، يعني ما ينفعش نضغط على نفسنا في التدريب مثلا او حتى في البيت بالمناسبه او في الشغل ونشيل حاجه تكون اكبر من قدرتنا العضليه. كل حركه في الجسم بيكون ليها معايير خاصه عند النشء وعند الكبار كمان، وده طبعا الشيء اللي هنتعرف على تفاصيله اكتر من خلال لقائنا مع كابتن عبد الله سلام مخطط الاحمال البدنيه. صباح الفل عليك ومنور الدنيا. صباح الخير كابتن عبد الله، وهنشوف لايف بعض التمرينات حضرتك وعدتنا كمان شويه هنعمل كده ونشوف احنا بنتمرن صح ولا غلط. بس بدايه كده، لان طبعا الثقافه ابتدت تتغير ولكن البعض لسه ما زال عنده فكره رياضه ايه، هو انا لازم امارس رياضه؟ مش مهم خالص، الدنيا عادي، ممكن اخد فيتامينز. يعني لسه البعض شايف على اعمار مختلفه وفئات مختلفه ان الرياضه مش ذات اهميه، يعني فوجهه نظر حضرتك بقى. لا يعني الكلام ده طبعا غير صحيح خالص بالمره. الرياضه ديت اصلا حاجه اساسيه جدا في حياتنا عموما، حاجه مهمه جدا في سواء طفل صغير، راجل كبير، راجل مسن، اي حد شباب، كل ده مهم جدا لينا. ليه؟ لان الرياضه بترفع حاله الجسم الفسيولوجيه. لما ترفع حاله الجسم الفسيولوجيه كويس قوي بتطول العمر. يعني بمعنى ايه؟ يعني الاجهزه الحيويه اللي في جسمي مثلا معده، بنكرياس، قلب، كل ده بيقوى من طريق تدريبات. فالمدى العمر قدام طول، لما المدى العمر يطول فبالتالي مش هيبقى فيه تعب، مش هيبقى فيه شكل شيخوخه، مش هيبقى فيه شكل حاجه من دي خالص. لا، الرياضه ديت حاجه اساسيه جدا في حياتنا عموما، يعني بشكل رئيسي ما حدش يقدر يستغنى عنها في حياته. ثانيا، انت واحد مثلا ممكن تكون متضايق، زهقان، ممكن تطلع طاقتك السلبيه في الرياضه، او ناكل، او لا ناكل دي لا ما ينفعش خالص. بس فدي الرياضه ديت يعني حاجه اساسيه جدا في حياتنا لازم نمارسها. وكل برضه بينطبق هي عضله القلب. لو انا مرنت عضله القلب كويس جدا 100% كويس قوي، هيبدا يديني انتاج كويس للجسم، هيبدا الدم يضخ دم كويس، القلب يضخ دم كويس للاطراف الجسم، جسمي يستفاد مع غذاء كويس، هيبدا ان يكون في حاجه كويسه جدا لجسمنا يعني بشكل عام. حلو قوي. طيب دلوقتي مساله الاحمال البدنيه، دايما الجمله دي بنسمعها مقترنه بتمرينات لعيبه محترفه في رياضات معينه. حلو قوي. لكن في ناس كتير ممكن ما تبقاش فاهمه ايه كلمه الاحمال البدنيه وايه اهميتها، لان في ممكن ناس تتخيل الاحمال بالاوزان يعني ان انت تشيل حديد. لا لا، فعايزين برضو نوضح الصوره اكتر ونفسر العنوان ده. حمل تدريبي. يعني ايه حمل؟ حمل هو كل ما يقوم به الفرد من اثناء مجهود. يعني انت نايم ده مجهود عليا، مش بحرق كالوريز، ماشي ده مجهود، ده حمل، واقف ده حمل، بجري ده حمل. يعني الاحمال مش مجرد ان انت تشيل اوزان. لا خالص، ده هو حمل. بس هنا بيختلف فين بقى؟ بيختلف الشدات بتاعته. يعني بمعنى ايه؟ يعني مثلا احنا في البرامج التدريبيه لما نيجي نمرن مثلا الناس بنحط بلان معين. البلان دي قد تكون شهر، قد تكون 6 شهور او سنه او 3 سنين. ال6 شهور بتبدا مثلا توصل لهدفك فين، يعني اشوف غرض دي ايه من البلان نفسها وابدا اشتغل عليه. فده اصلا بيساعدني ان انا اطور البدن كويس، بيمنع عني الاصابات، بخطط الحمل كويس عشان يمنع عني الاصابات، وبالتالي هبدا ان انا احقق هدفي في اقل زمن ممكن. ادي اول حاجه. ثاني حاجه كان بالنسبه للحمل البدني، الحمل البدني هو ما يقع على الفرد من حيث حجم، يعني تكرارات للاداء كتير، وشده، يعني بشدة كام في المية؟ 10%، 20%، 50، 90 وهكذا. والراحة اللي هي الكثافة، الراحة بتاعتي، يعني الراحة بتاعتي قد إيه؟ ده هو الحمل التدريبي. طب أنا دلوقتي رياضي بلعب بطولة مثلا أو هكذا، أنا دلوقتي مثلا عندي بطولة جمهورية مثلا في شهر 2، فمثلا الفترة ديت لازم أنا أسس بدنيا كويس، أحط ده اسمه مخطط الأحمال، بحط الحمل بتاعه. هو مثلا سي مثلا بيلعب سكواش، بيلعب قوه، بيلعب اي حاجه، بحط له طب انت دلوقتي يعني بحط له هتتمرن ايه كويس، هنمشي ازاي الفتره، ازاي التدريبيه ماشيه ازاي كويس. بنهتم اول حاجه بفتره الاعداد العام بشكل جنرال، وبعد كده الاعداد الخاص، وبعد كده الفتره اللي ما قبل المنافسات، وبعد كده الفتره المنافسات نفسها اللي هي البطوله، وما قبل المنافسات اللي هي الاستشفاء اللي هو الراحه نفسها. ده هو الاحمال التدريبيه، ده الحمل التدريبي. يعني ازاي بقى بحطه بقى؟ لازم يكون في جدول مبرمج ان انا امشي بيه ازاي، 1 2 3 4 5، بحيث ان انا اقدر اطور من نفسي واطور من الحاجه او الهدف اللي انا عايز اوصل له بكل اداء. بمعنى برضو تاني، يعني مثلا مثل بسيط جدا كده، انا مثلا عندي بيت حلو عايز اوصل للهدف بتاعي، والبيت ده مطلوب مني ان انا افجره مثلا. حلو، طب هفجره ازاي وانا معيش الاسلحه الكافيه ان انا اروح افجر المكان ده كويس؟ ما سلحتش بالحاجات دي كويس، منها
كمان نوع بدني منها السرعه، قوه، رشاقه، مرونه، تحمل، ده كل حاجه في بالنسبه للتدريب. يعني اهم حاجه ان انا اعرف انا بعمل ايه عشان خاطر ايه عشان اوصل لهدفي، بس تحت بند تخطيط الاحمال، تخطيط حمل مش بشكل عشوائي. يعني في ناس جدا كتير جدا مشغل بشكل عشوائي، ناس تروح الجيم تشتغل مره، تشتغل مره مثلا ويت قليل، مره ويت كتير، مره ويت قليل، مره ويت، غلط. حتى الجيم مبرمج ليه نظم تدريبات معينه برضو مبرمجه حيث الجيم، من حيث برضو الالعاب برضو الفرديه او الالعاب الجماعيه او اي لعبه في الدنيا برضو لازم تحط البلان كويسه. عشان كده في اوروبا بيعملوا حاجه كويسه قوي. يعني مثلا انت في اوروبا دلوقتي بيعملوا حاجه كويسه، او ايه هي؟ انا مثلا المفروض اوصل الهدف ده بعد 3 سنين في رقم معين، سي مثلا بجري 100 متر، فمثلا موصول اوصل انا عندي 13 او 14 سنه مثلا 15 سنه، انا المفروض اجيب 15 ثانيه مثلا او 12 ثانيه. لو انت قلت في الرقم انت تتحاسب، انت كده زودت له الحمل عليك بالنسبه لطفل صغير، فممكن يديله بيرن اوت قدام، فياخد من مخزون العضلات فيبدا فيه حرق للعضله نفسها، وده بالتالي هياثر على العضله وهياثر على الناشئ اللي احنا بنمرنه دوت. فعشان كده لازم بشكل عام اي حد في الدنيا لازم نحط له الاحمال البدنيه والتخطيط، لا ده مهم جدا 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 يعني. طيب خلينا بقى واحده واحده كده علشان لسه عندنا اسئله كتير. كابتن عبد الله، يعني دلوقتي انا هبدا بقصه بعد 30 سنه، يعني في ناس تقول ان بعد 30 سنه لما الواحد بيتم 30 الميتابوليزم او اللي هو قدره الجسم على الحرق بتقل بشكل كبير، فبالتالي ممكن تكون بتاكل نفس مقدار الاكل وتتمرن نفس التمرينات ولكن انت برضو بتتخن مثلا. فدي نقطه، وده كان حد اوريدي باعت كان بيسال عن الموضوع ده، الناس اللي هنا يعني عدت ال 30 تعمل ايه؟ ومش بتكلم على المستوى الاحترافي في التدريب اللي هو العادي. عدد 30 ده ما يعني ده برضه شباب، يعني برضه ده شاب حلو، فبيقدر يعمل اي مجهود يعني مش هيقع عليه. لكن ممكن نتكلم في الكبار شويه، 40 سنه ممكن، يعني ال 40 سنه انا دلوقتي لما اجي اكبر، اول حاجه لما السن بيكبر بالنسبه للجسم الانسان هو الفقرات بتاعه الظهر او الفقرات بتاعه المفاصل او اي حاجه بالجوينت نفسه، السائل الزلال اللي فيها بيجف شويه فيبدا فيه صعوبه في الحركات شويه، ادي اول حاجه. فعشان كده مش هقدر احرق كتير، مش هقدر اتحرك كتير عشان انا ظهري بيوجعني، مش هقدر اتحرك كتير عشان ركبتي بتوجعني، مش هقدر كتير عشان رجلي بتوجعني، واقف كتير مهلوك في الشغل بتاعي مضغوط، فبالتالي بحرقش كويس، ادي اول حاجه. تاني حاجه بالنسبه للحرق نفسه، الحرق نفسه دوت يعني هي مساله تنظيم اكل كويس قوي وهيحرق، بس بممارسه الرياضه برضه هيحرق، يعني هو هيحرق يعني لا محاله ان شاء الله. بس هي بقى فكره في ايه بقى؟ ما اقدرش امرنه تمرينات معينه. بمعنى ايه؟ يعني مثلا ما اقدرش اديه عنده 40 سنه اقول اعمل سرعه، اعمل سبرنت. معقول 40 سنه ما يقدرش؟ مع انه برضه لا، هو السرعه عنده بتقل، لكن ما اديلوش سبرنتات كتير، ادي له مثلا ادي له جري طويل، ادي له تحملات كتيره، جري بطيء، انقباض عضلي بطيء خالص عشان اقدر استمر في الاداء، وابتدي يحرق الايه؟ الدهون اللي تقدر تتراكم على العضله بحيث اللي هو عايز يحرقها يعني. بس طيب انا سؤالي بقى ليك كابتن عبد الله، يعني في اطار غير رياضي، هو يتعلق اكتر بالممارسات اليوميه وحتى ينطبق حتى على ستات البيوت بالمناسبه. فكره ان انت ممكن تعمل حركه غلط، ممكن ان انت تشيل حاجه، بتلاقي مثلا سيدات ممكن تبقى شايله سجاده ثقيله وبتحطها على مش عارف ايه عشان تنفضها، يعني في حركات ممكن تبقى بتجر حاجه، بتشيل حاجه، ممكن ينتج عنها على ذكر بقى العمود الفقري والفقرات اللي كنت بتتكلم عليها من شويه، ممكن يبقى في مثلا الظهر يقفش، يجيلها انزلاق غضروفي، المفاصل تفك، انت عارف النوع ده من الاصابات المنزليه. تنصح ايه بقى يعني الناس اللي بتعمل كده، او الناس اللي طبيعه شغلها او طبيعه ممارساتها اليوميه فيها شيل او جر لاشياء باوزان ثقيله؟ ده حلو قوي السؤال ده، كويس جدا. بس الفكره في حاجه واحده لازم انا افهمها كويس قوي، بالبايوميكانكس، علم الحركه. لو انا عرفت علم حركه كويس هقدر اعمل اي حاجه في الدنيا من غير اي اصابه، هتمرن كويس مش هيجيلي اصابه. بالنسبه للرياضيين غير الرياضيين اللي هم قاعدين في المنازل الستات البيت او كذا، برضو غير رياضيين، فاهمين؟ طب ما دي حاجه كويسه جدا. طب ايه بقى هستفاد بايه؟ يعني بمعنى انا دلوقتي مثلا بشيل حاجه كويسه، لما اجي اشيل هل اشيل يعني ممكن انا واقف هنا مثلا هنا اهو كده، ومثلا انا شايل مثلا سجاده ماسك عامل شوبينج، عامل شوبينج، انا عامل شوبينج دلوقتي ايه، وبشيل ويت كتير قوي كده، لما اجي اشيل هل هشيل وركبتي دي متنيه كده؟ انا عايز مش تعلي صوتك بس يا كابتن. حاضر معلش. حاضر. يعني ركبتي ديت لو نفسها كده واجي اشيل الويت وركبتي مفروده كده، لما اجي اشيل كده بالويت ده كله كده اشيل
حملي كله وقع على ظهري من ورا، وقع على ظهري من ورا. فبالتالي لو عندك بس مساحه كابتن عبد الله ترجع ورا سنه عشان تبقى الصوره اوضح للناس. تبقى الصوره ايوه الله ينور عليك. انا دلوقتي حلو قوي، انا دلوقتي بشيل حاجه تقيله، انا بشيل كده. في ناس معظم ستات البيوت او حاجه بتشيل بركبتها مفروده كده، لا لازم اتني ركبتي عشان خاطر اشيل بجسمي. يبقى انا حملت الجزء بتاع رجليا معايا، العضله بتاع الاماميه والخلفيه عشان ازق بيه، يبقى ده برده ايه، ده هتساعدني. ادي اول حاجه. تاني حاجه عشان يمنع عني الاصابه، لو انا بشيل كده حملي كله راح فين؟ راح ورا. راح للايه؟ الفقرات اللي ورا، تحت القطنيه. عشان كده بقول دايما دول ماسكين ظهرهم مش قادرين يمشوا بسبب الموضوع ده. طبعا فدوت ده برده قد سبب. ناس مثلا لما تيجي تعمل شوبينج بتشيل ويتس مثلا، بتشيل اكياس كتيره جدا على الايد وسايبه الايد. حلو. فبرضه يبدا ياثر على برضه حركه الجسم نفسها وشكل الحركه ووضع الجسم نفسه. حلو. ادي حاجه. ايه تاني؟ القعده في الموبايل مثلا، قعده بالموبايل. في ناس تقعد الموبايل عامله كده كتير جدا. طب الوجع ده بيحصل نتيجه ايه؟ الوجع ده بيكون في امبالانس ما بين العضلات، بمعنى عندي عضله قويه جدا وعندي عضله ضعيفه، فحمل كله بيبقى واقع فين؟ على العضله الايه؟ القويه. فعشان كده بتستحمل كتير فبالتالي بتوجعني. حلو؟ طب ايه الهدف اللي انا عامله؟ اتمرن. لازم انا اعمل تمرينات لكل ظهري كويس، للشولدر والكتف وكل حاجه. وهل التمرينات دي من شانها انها تساعد البوستشر نفسه اكيد بتاع طبعا الضهر. يعني أكيد. لو حد عنده مثلا اللي هو بيسموها الراوند شولدرز، حلو حلو، او اللي هي الاكتاف المرميه لقدام، او بيسميها بالبلدي الاتب، حلو مش كده برضو؟ وبطبيعه الحال بيسمع كمان بالسلب في الرقبه، بتلاقي الرقبه كمان فيها نفس المشكله. هل التمارين تعدل المعوج بالبلدي كده؟ حلو. نفهم احنا بنعمل ايه. بس اول حاجه لما اكون انا لو هتعمل وضع معين ماشي، انا واقف اهوت، انا هشرح بس على جسمي كده وانا بتكلم يعني. حلو. ماشي اتفضل. انا دلوقتي واقف على القاعد بقى عشان الصوره تبقى اول. خلاص ماشي. طالما مفيش وضعيه معينه هتعملها احنا ممكن نعمل في الحاجه الثانيه يعني. ممكن ماشي. دلوقتي انا مثلا قاعد، حلو، فعمل كده، ده عندي قتل فتره فتره طويله بقعد عامل كده. فايه اللي بيحصل هنا؟ بيحصل استطاله للعضله الخلفيه بتاعت الظهر، العضله نفسها بتطول. حلو. فلما تطول ايه اللي بيحصل؟ العضله مرتخيه فطويله مش مشدوده. فحملك كله واقع فين؟ على الفقرات. صح كده؟ فالفقرات نفسها بتضغط على بعضها، فلما تضغط على بعضها يعني احس بالالم. طب ايه الحل بتاعها؟ الحل لازم اعمل تمرينات تعويضيه. يعني ايه تمرينات تعويضيه؟ بفرد ظهري واشتغل تمرينات، اعمل تمرينات البنش، يبقى اشد البنش واشد الظهر مع بعض، عشان حملي بوقع هنا فين؟ لما اشد ظهري واقع على العضله نفسها مش واقع على الفقره نفسها. طب ممكن اسال حضرتك حاجه؟ بما ان احنا بقى موجودين دلوقتي مع حضرتك، قعده الكرسي دي مثلا بالنسبه لي انا وكريم ممكن تكون شويه بتتعبنا، لان هي يعني بترجع لورا ومفيش حاجه احنا قاعدين عليها. فاحنا المفروض نبقى قاعدين كده يعني؟ ظهرنا مفروض طول قاعده كده؟ انا بقعد كده بس برضو ظهري بيوجعني. طيب حلو قوي. يعني القعده ديت طبعا ديت انك قاعده كده كتير دايما هي دي صحيحه. بس هي بتوجعني ليه؟ ايوه بتوجعني عشان عضله ضعيفه. العضله مش قويه، مش قادره تشيل جسمي ان انا اقعد بيه كده كويس. ليه عضله الظهر بقى الظهر القطنيه كلها؟ وعلى فكره كلامنا هواندي ينطبق حتى على قعده السواقه وقعده المذاكره وقعده المكتب. ايوه طبعا. وبرده لو لاحظنا حتى في النوم، لما تيجي الناس بتنام ظهرها بيبقى مسطح خالص، لو لاحظنا تلاقي في تجويف في الظهر. حلو. لو انا عايز اعالج بقى في تجويف ورا في الظهر كده، التجويف ده عشان احله كويس قوي احط مخده صغيره كده سوفت خفيفه كده، احطها فين؟ في التجويف ده، املى التجويف ده نفسه. ادي اول حاجه. تاني حاجه بالنسبه للرقبه برده، مش تلاقي مثلا بينام، في ناس بتنام على مخدات عاليه جدا فدايما تصحى من النوم تلاقي رقبتها مش قادره تحركها. فلا انام على رقبه، انام برده على مخده واحط برده مخده برده سوفت ورا كده، اريح جسمي كله من حس. طب هو مش اظبط وضعيه الرقبه ما ننامش على مخده اصلا؟ ما هو صح. حلو. مش هتنام على مخده بس انت تملى التجويف بتاع الرقبه. يعني انا مثلا نام كده وخالص ضهري مفلوت مثلا، الحته دي فيه تجويف ورا صح كده؟ فلازما احط حاجه تريح. جرب كده وهتلاقي نفسك مستريح كويس قوي، وكمان ورا الركب دي، ورا الركبتين دولت هيريح جسمك 100% كويس قوي كمان. يعني ممكن لما تروح حضرتك مثلا ممكن تعمل كده، جرب كده هتلاقي حاجه كويسه قوي. جرب. بس نهتم بالتمرينات، نهتم بالتمرينات. احنا دلوقتي احنا مش بنحل، احنا بنريح مش بنعالج. احنا كده ما عالجناش. احنا لازم نتمرن عشان نعالج، لكن ان انا هريح فمعلش لازمه يعني، هريح مره اثنين ثلاثه زهقت بتاع. يعني يا كابتن عبد الله الرياضه مش اوبشن او ما فيش مجال لرفاهيه الاختيار هنا ان انا امارس رياضه او لا، لان النتائج بقى او تبعات ده هيبان بعد ما نكبر شويه، بعد بسن ال 40 وكده. حلو. طبعا. قلنا في الاول ان الرياضه بتحسن من فسيولوجيه العضلات
وبتحسن من التبادل الغازي ما بين الرئه والدم، فبيحصل تبادل كويس، فالغذاء يروح كويس للدم، فالدم يروح للجسم كويس، فجسمك يستفاد كويس، فيحسن وظيفتك الحيويه نفسها، فعمرك يطول. حتى تلاقي ناس الرياضيين تلاقي ما شاء الله عندهم 80 سنه وتلاقيهم واقفين على جسمهم كويس قوي وصحتهم زي الفل بسبب الرياضه. طب بالمناسبه بقى، هل كلمه التدريب بالاحمال ممكن يطبقها على الاطفال؟ يعني هل في سن معين ممكن الاطفال كل مش حمل ويت، مش هشتغل ويت. اوكي هقول لحضرتك ليه ما اشتغلش اوزان كحمل بدني. حمل الحمل احنا قلنا ايه؟ كل ما هيقع على الطفل او الشخص هو حركه بعملها واقف، بس بتختلف الشدات والاحجام، يعني التكرارات كتير او واقف كتير، واقف قاعد كتير، انا قاعد كتير، فده حمل عليا، ده كله بحرق كالوريز. تمام. طب بالنسبه للاطفال ما اشيلش، بالنسبه بقى للاحمال، الاحمال الويت نفسه، يعني بالنسبه للاطفال لا ما اشتغلش بويت، الطفل اللي ما يشتغلش خالص بويت. انت عندك بند معين، بند واحد بس متعلق بالاطفال، انا بشوف ان هو كارثه سوداء لوحدها، شرط المدرسه اللي بيكون فيها اوزان. حلو. والله لو راح الجيم يعني هو ما هيشيل الوزن بالشكل ده. ايوه صح. فطبيعي بيتنوا لقدام. طب احنا هنفهم بس حاجه معينه قوي وهنشرح على الايه؟ على الشنطه دي. الناس بتتمرن بتشتغل برضه اوزان، اطفال بنشوف مدربين كتير بتشتغل بالاوزان ويت كده. انت دلوقتي الطفل هو جهاز العصبي بتاعه ما اكتملش. فانا مش هقدر اشغله حاجه وجهازه العصبي بتاعه ما اكتملش، ادي له الحاجه اللي تقدر تناسب سنه، ما اقرص عليه عشان اجيب نتيجه، فبالتالي هقرص عليه. فما ده اللي احنا قلنا عليه في الاول، اللي هو في اوروبا بيحاسبوا على الموضوع ده، ان هو هيأثر عليه ازاي قدام. طب التاثير هنا فين؟ التاثير هنا لما اجي مثلا اشتغل بويت كتير قوي، العضله نفسها بتقصر، فلما تقصر بتكبر، فلما بتكبر الوتر مش مشدود، ففي العظم نفسه في نهايات للنمو وبدايات للنمو. فلما انا اشتغل بويت كتير والعضله دي تكبر بنهايات النمو، العضله بتتشد كده فتمنع عمل النمو بتاع العظم نفسه، فبالتالي بيأثر على ايه؟ نمو الطفل سواء في الطول او هكذا. حتى لو لاحظنا ان ظهر كمال الاجسام كلهم قصيرين بسبب ايه؟ الويتس كتير، فده يأثر عليه. طب لا المفروض اصلا المفروض الحاجات دي ما اشتغلش بيها خالص، اشتغل بوزن جسمي، اشتغل حاجات صحيه جدا مقننه جدا في اطار الهدف اللي انا هوصل له. بس يعني ده اهم حاجه بالنسبه للطفل. احمال شيل ويتس لا غلط. بالنسبه للظهر بقى اشيل الشنطه، لما اجي اشيل الشنطه عامل كده دايما، طب فعلا تقيله جدا عليه، فينصح ان لازم يكون في الجدول بتاعه يعرف هو عنده مثلا ماده، يعني عنده ساينس، عنده ماس، عنده كذا، اديله حاجات بالظبط كده على قده ويبدا يشيلها بالراحه ومرنه. ما عملش انا دلوقتي بص عامل كده بشيل الشنطه عامل كده، في عضله بتطول وعضله بتقصر من الوضع ده كده، المفروض اعمل التمرينات التعويضيه الاثنين مع بعض، عشان احنا قلنا الاصابه بسبب امبالانس بين الاثنين. يعني مثلا انا بعمل جامب برجلي ديت وبعمل جامب برجلي ديت، انا دي ما استحمل عليها كتير ودي ما عملش عليها حاجه، فلما اجي اجري سبرنت الاثنين مع بعض فدي قويه ودي ضعيفه، في ايه؟ في دروب فين في رجليا الايه؟ ثانيه فيحصل ايه؟ كرام. كلام مهم جدا. الكلام لا ينتهي ولسه في يعني مواضيع كتير ممكن نتكلم فيها، فاحنا بس للاسف الوقت خلص، فاحنا ممكن حضرتك تنورنا مره ثانيه، احنا ممكن نعملها كده فقره كل فتره حضرتك تنورنا، وكمان نشوف اسئله الجمهور يبعتوا لنا لو في حد عنده استفسار. شكرا كابتن عبد الله. نورت الدنيا كلها، ميرسي جدا لوجود حضرتك معانا، وبتمنى اكيد يعني تكونوا حضراتكم استفدتوا من خلال هذا اللقاء. اسمحوا لنا نطلع فاصل سريع ثم عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي. اتفضل.